باب الواد رمز للنضال، رمز للشباب، رمز لتحرير الوطن كذلك عبر لاباتاي دالجي. اليوم ليزالجيريا الجزائر نوطامون الشباب يعرفوا الثوره من خلال لاباتاي دالجي، نعرفوا تجند الشباب الجزائري عبر احداث اكتوبر 88 هي اللي جابت لنا التعدديه والحقوق والحريات. ومازال الشباب في باب الواد يناضلوا، مازال الشباب في باب الواد عندهم تعبير. لذلك نحن حزب الشعب نروحوا الأحياء الشعبية، هذه الأحياء الشعبية يجب رد الاعتبار لها ويجب أن نثق في هؤلاء الشباب. هذه هي الرسالة باختيار هذه الأحياء الشعبية، سواء باب الواد ولا حي بالوزداد ولا ساحة الشهداء ولا حتى لا جروند بوست، هي أماكن رمزية في نضالات الجزائريين والجزائر سواء أثناء الثورة وبعد الاستقلال.